السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقائي، معكم أيوب من قناة اي بي ان ذا جيمز، واليوم عدت لكم بأجمل وأروع 10 موضات للعبة جي تي اي سان أندرياس، وهي جميلة وخفيفة وممتعة كذلك، فهيا لنجربها معكم، فهيا لنبدأ. وأول مود سيكون قائمة السيارات والاستدعاء السيارة، ما عليك سوى الضغط على H زائد 7 وتختار السيارة التي تريدها، على عكس المود السابق الذي وضعته لاستدعاء السيارات. هذا أسهل بكثير لاختيار سيارة، هنا ترى أي سيارة تريدها ثم تضغط عليها. وكما يوجد في هذا المود جميع أنواع المركبات، لا الشاحنات ولا الحافلات ولا كذلك الطائرات، وحتى الجرافات توجد هنا. حتى الجرافات، الكثير 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 من الأشياء، البواخر كذلك توجد هنا، باخرة كبيرة لا أعلم أين. كما يوجد هنا 5 صفحات مملوءة بالمركبات هنا، الطائرات الكبيرة كذلك توجد هنا. أنا سأختار سيارة، أسرع سيارة في اللعبة، وهذه هي، هذه السيارة أحب هذه السيارة لأنها سريعة جدا، حتى أن منظرها جميل كما ترون. فإن المود يعمل بشكل جيد، وابتعد من الطريق كما ترون. ايوه. لا، اصطدمنا بالعمود. والحين والمود الثاني وهو الانتقال. للانتقال ما عليك سوى الدخول إلى الخريطة وتختار أي مكان تريده في اللعبة، أي مكان تريده، يمكن حتى هذه المدينة المغلقة يمكنك الدخول إليها، لكن ستواجه المتاعب من قبل الشرطة لأن لا يسمح لك بالدخول هذه المدينة حتى تزيل النجوم الأربعة، ثم يمكنك التسكع في تلك المدينة بحرية. أما أنا فهنا مود ثالث، فأريد أن أريه لكم، وهو يوجد هنا. لذا سأختار هذا المكان، ما عليك سوى تعيينه بالضغط على زر يمين الفأرة هكذا، ثم تخرج من الخريطة، ثم تضغط على X و Y أو Y بالفرنسية. أجل، وعدنا إلى نقطة البداية، هذا هو منزل سي جي. ذلك كان المود الثاني وهو المود الانتقال. أما المود الثالث فهو مود جميل لكن ليس بأهمية، ليس له أهمية كثيرة، وهو مود غسيل السيارات. أيوة، أين المكان؟ أعتقد هذا هو، يمكنكم غسل السيارة هنا. أيه، أدخل مع أن المود لقد أخذوا مني 10 دولارات، هذا يعني أن السيارة الآن أصبحت نظيفة لنرى. ليس هناك تغيير، ولكن ماذا في النقود الذي ماذا في تلك ال10 دولارات التي أخذوها؟ لا 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 لا. طيب. أما المود الآخر وهو مود تصليح السيارة، المود الرابع وهو تصليح السيارة، ما علينا سوى الآن، ما علينا سوى تكسير السيارة، لكي نجرب المود إن كان يعمل أم لا. ابتعد ابتعدوا ابتعدوا. ايوه، لا زال هذا يتبعني، انظر سأهرب له. لا 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 لا، الشرطة الشرطة، لا 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 لا.
حسنا، تخلصنا من الإزعاج. تخلصنا من الإزعاج، والآن لتصليح السيارة. انتظروا قليلا، سأذهب إلى مكان. أريني سرعتك يا عزيزتي. أيوه، والآن كما ترون فإن السيارة محطمة. لإصلاحها ما عليكم سوى الضغط على إغ. هكذا، نعم، عادت السيارة جديدة كما لو لم يحدث أي شيء لها. أما الموضة الآخر وهو المود الآخر وهو الأسلحة. الأسلحة ما عليكم سوى الضغط على الرقم 2 ثم تختار أي سلاح تريده. أي سلاح، جميع أنواع الأسلحة توجد في هذا المود. هكذا، ثم تزود الرصاص بالضغط على سبيس. يمكنك تزويد الرصاص ما لا نهاية. هكذا، ثم تضغط على انتر و بوم. فجرنا السيارة. ايوه، موت. ايوه، لن تهربوا مني. لا 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 لا، الشرطة مشكلة. مشكلة كبيرة. ايوه، جميع الاسلحة يوجد. اوه، هذا صديقنا سويت، وهذا صديقنا سويت. ايوه، اين السيارة؟ اين الشرطة؟ أما الآن سننتقل إلى المود الآخر وهو تغيير لون السيارة. لتغيير لون السيارة عليكم الضغط على زر السي، ثم تغير لون السيارة إلى أي لون تريده. جميع ألوان توجد في هذا المود. رأيتم؟ انظروا، واو. اعتقد انني ساختار اللون الاصفر. اللون الاصفر هو ملائم لهذه السيارة، ونتوجه الى مكان مليء بالناس لكي اجرب المود الاخر. اي مكان يوجد فيه ناس كثير، مثلا على سبيل المثال هذا المكان. هكذا، ثم نجرب المود الاخر الا وهو مود اخلاء الطريق. لمود اخلاء الطريق ما عليك الضغط سوى على زر 9 ويختفي الجميع. واصبحنا نحن الوحيدين. سي جاي هو الوحيد الذي يتجول في لعبة جي تي اي سان اندرياس. لا يوجد اي احد في هذه المدينة. نختار سيارة لنتجول لكي نرى ان كان سيظهر اي احد. كما ترى المدينة خالية تماما، لا من السيارات ولا من القطارات وحتى من الناس. لا يوجد أي أحد في اللعبة. لاسترجاع الأشخاص ما عليك سوى الضغط على 0 هكذا، ويعود كل شيء كما كان. واو، الناس، السيارات، رأيتم؟ تضغط على 9 يختفي الكل. ثم يظهر من جديد.
ثم يختفي ثم يظهر من جديد ثم يختفي ثم يظهرون من جديد. ايوه ما بهذه الشرطة. اوه على هذا الابتعاد لا نريد المشاكل. اما المود الاخر وهو مود التقاط الصورة. مود التقاط الصورة على سبيل المثال سأقوم بهذه الحركة. أيوة ثم تضغط على ALT و V هكذا ويتوقف كل شيء. هذه القائمة سوف تشرح لك جميع طريقة عمل هذا المود، وبعد ذلك تضغط على V ثم يمكنك التحرك إلى أي مكان تريده هكذا، ثم يمكنك رؤية يمكنك إيقاف اللعبة. وترون سي جي وهو يحاول قتل هذا الشخص. أيوة هذا الشخص هو الواقف هنا. أيوة رأيتم هذا كذا. ايوه تصعدون للأعلى ثم يمكنكم التوجه إلى أي مكان تريدونه، أي مكان تريدونه من المدينة، لكن ستجدونه خالي من الناس، خالي تماما من الناس. ونعود إلى المكان. أيوه أين سي جاي؟ أين أنت؟ أعتقد أجل هنا هكذا. لقد عدنا من جديد. ايوه ايوه يا سي جاي هو يحاول قتل شخص. وتضغط على التي مجددا ثم في و يتحرك كل شيء. اما المود الاخر وهو مود القنبلة، القنبلة الكبيرة، استدعاء قنبلة ما عليكم سوى الضغط على بي. ايوه هكذا ثم تضغط على كليك. ايوه الفجيري الفجيري والقنبلة اخرى. اين هي قنبلة اخرى؟ ثم ايوه ايوه أفجركم بهذه القنبلة. لا لقد متنا، لا لقد خسرت. حسنا لا مشكلة. والمود الأخير والمود الأخير وهو مود تغيير الشخصية أو التحكم في ثلاث شخصيات مثل في لعبة GTA 5. يمكنك اللعب بثلاث شخصيات، وهكذا مع هذا المود يمكنك اللعب بثلاث شخصيات في اللعبة على سبيل ولتغيير الشخصية ما عليك سوى الضغط على 5 هكذا، ثم تختار أي شخصية تريدها، سويت أو سي جي أو سيزر. على سبيل المثال سنختار سويت، نضغط على الأسهم هكذا، هذا هو سويت هكذا، ثم ننتقل إليه. أوه انظروا أجل جميل جدا. وهذا هو سويت، وهذا هو سويت. لقد ذهبت الأسلحة علي، ارجع الأسلحة. سأختار السلاح، سأختار هذا اوكي يكفي. ثم سأختار السيارة هكذا. ايوه جميل. ايوه هكذا. موت ايها الغبي، موت موت ايها الغبي.
اوه هذه العصابة تريد مهاجمة سويد، والان لنرى الان قوة سويد. ايوه نعم، سويت الآن يهاجم عصابة باراس، هذا هو سويت. والآن نجرب، الآن سننتقل إلى سيزر لنرى أين يوجد. نضغط على 5 ثم نضغط السهم الموجود في الأعلى هكذا، نضغط على انتر. وسويت بعيد جدا، هذا هو سويت، هذا هو سويت، يوجد في الجراج. ايوه يحمل السلاح كذلك. وسنذهب الى سيزر، الى سويت عفوا، سنذهب الى سويت. لا هنا انا حسنا، اين سيزر؟ اين يوجد سيزر؟ اعتقد حسنا لا أعرف أين يوجد، ولكن سنضغط هكذا. أو لحظة 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 لحظة، لما لا يأتي سويت إلينا؟ هكذا لدي فكرة جميلة. سيزر سأضعه هنا ونستدعي سويت. تعال يا سويت تعال. ايوه تركناه هنا، والان سيتوجه سويت، سيتوجه الى سيزر. ايوه وسيزر وسويت يحاول قتل سيزر، لماذا لا نعلم القصة. حسنا نتوجه الآن إلى سي جي، نسيت أين يوجد سي جي، لنلقي نظرة أين يوجد. أيوة أين توجد يا سي جي؟ أوه بعيد جدا. أيوة نعم، اذهب إلى أصدقائك أنت أيضا. لا لا حسنا لا مشكلة، ونضغط على إكس واي. ايوه نعم، واجتماع الابطال ابطال لعبة جي تي اي سان اندرياس، ابطال لعبة جي تي اي سان اندرياس، هذا هو. نغير الان ايوه الى سويت. سويت نعم، سأقتل سيزر الآن، وسويت الآن سوف يقتل سيزر. لقد قتل سيزر، وماذا سيحدث إذا قتلنا سي جي كذلك؟ أيوة موت. أوه سي جي لا يموت، سي جي لا يموت. أوه لقد قتلناه، لقد قتلنا سيزر وسي جي. وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يعجبكم. لقد نسيت شيئا، سأريكم الآن طريقة تحميل المودات، فهيا لنبدأ. وسأضع لكم رابط المودات أسفل الفيديو في الديسكريبشن، ما عليكم سوى الضغط على رابط المود أو نسخه، ثم سيوجهكم إلى هذه الصفحة، ثم تضغطون على فري داونلود، وبعد ذلك تختارون ثم تقومون بتجاوز الكود الكابتشا، ثم تختار هنا يطلب منك صور للدراجة، هذه دراجة وهذه وهذه الصورة توجد فيه الدراجات، وكذلك هذه الصورة، ثم تضغط على فاليدي
وتنتظر حتى ينتهي الوقت. 3 2 1، ثم تضغط على create download link وتضغط على click here to download، وسوف يقوم الآن بتحميل الملف معك. يمكنك اختيار أي مكان لكي تضع فيه الملف هكذا. على سبيل أنا قمت بتحميل الملف سابقا، لا داعي لكي أحمله مرة أخرى. ونقوم بالخروج، وهذا هو ملف التحميل، هذا هو الملفات، أو هذا هو الملفات الموضات. ثم تقوم باستخراج الملفات هنا هكذا، كليك، ثم تضغط على يس أو يس جميعا هكذا، وستجد الفيديو لطريقة تركيب الموضات. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. فإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم أيوب من قناتي بإندا جيمز. إلى اللقاء.